يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم حتى نتوما، الله يبقى معاكم يا ربي. الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يشافي لنا سيدنا، الله يخلي لنا راسه، الله يحفظه، الله يحفظه. فرحانة الحمد لله، هاد الفرحة ما توصفش، اللهم لك الحمد. نسلمونا وراقاتنا، عطاونا بقيعاتنا، الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم. الحمد لله نسلمونا الوثائق ديالنا، هذا فرح لنا كبير. وتنشكر الصحافه وتنشكر القوات المساعده ورجال الامن السيد العميل اللي سهران على هذه الميله. كما هو معلوم نحن الان كنتواجدوا في مقر المواكبه الاجتماعيه لمشروع إعادة الإيواء الساكنة ديال دور الصفيح بمدينة القنيطرة منطقة ولاية وجيه. والآن يعني رحنا بصدد إعطاء أو إعادة انطلاقة ديال العملية ديال الاستفادة ديال الساكنة. وكان عندنا واحد الإشكال إداري، واليوم الحمد لله راه تحل، والآن راح نعطينا انطلاقة باش الناس يستافدوا من البقع ديالهم، واللي العدد ديالهم حوالي 400 عائلة. وراه العملية إن شاء الله خدات واحد دفعة جديدة باش ان شاء الله يمشي هذا الشيء على ما يرام. وكما كتعرفوا اعاده الايواء كتطلب واحد المواكبه مهمه، وهذا الشيء اللي كنتعاولوا يعني باش نواكبوا الساكنه في كل مراحل البناء حتى يعني يولجوا للسكن اللائق اللي كانت وخاوه جميع. المشروع غادي في المسار ديالو. ما تبقاش ممكن تم اعلانها مدينه بدون صفيح؟ إيه، هو من المفروض كان خاصها تعلن هذه اكثر من سنه، نظرا لهذه الظرفيه اللي تكلمنا عليها. ان شاء الله غضون السنه المقبله الى مشات الامور. ما نقدرش نعطي واحد التاريخ، هذا كله كيتعلق بالارادات الساكنه في المخيرات ديال المنهجيه اللي كتسطرها الاداره، اللي هي كتكون من بطبيعه الحال برئاسه السلطات المحليه والوزاره والعمران، ويعني الفرقه اللي تتكلف بالمواكبه الاجتماعيه اللي هي لاديس.